بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعا في الجزء الثالث والأخير من هذه الدورة التدريبية الثانية والمختصة في تعليم برنامج 3D Max وكذلك برنامج كورونا، وهي إحدى الدورات التي تقدمها شعبة شباب العمران في الجمعية السعودية لعلوم العمران، حيث أعدت شعبة شباب العمران 6 دورات تدريبية على مدى 16 يوما بهدف رفع مهارات شباب وشابات الوطن في تخصصات العمارة والعمران المختلفة. نشكر المهندسة سناء في ترتيب الجزئين الأول والثاني في اليومين الماضية، واليوم مشكورة سوف تقوم بتقديم الجزء الثالث والأخير، وكذلك سوف تقوم بشرح العمل المطلوب تقديمه والمطلوب تسليمه على إيميل الشعبة umranyouth@gmail.com، وبعدها سيتم تقييم الأعمال المقدمة، وإذا اجتازت التقييم سوف تحصلون على شهادة الحضور الدورة. حياك الله مهندسة سناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم هي المحاضرة الأخيرة لدورتنا اللي هي 3D Max مع كورونا. أتمنى اللي حاضر في الأيام السابقة استفاد، وإن شاء الله اليوم الفائدة بتكون أكبر وأكبر لما نتكلم على اللي جميع الحضور يمكن متحمسين لأكثر اللي هو الكورونا رندرر. فبليز أتمنى من الجميع يسكروا المايكات ويجلسوا بمكان هادي ويلبسوا الهيدفونز، وإذا كمان بفضلوا يأخذوا نوتس أو يقدروا يحضروا المحاضرة بعدها، إن شاء الله راح تكون مسجلة. طبعاً آخر ربع ساعة إن شاء الله أو نص ساعة راح تكون من الأسئلة. اليوم يصادف اليوم الأخير والثالث من المحاضرة، وراح تكون محاضرتنا بإذن الله ساعة ونص. راح نرجع عند آخر شيء وقفنا له بالأمس، اللي هو خلصنا الموديلينج للغرفة اللي إحنا كنا شغالين عليها، سوينا لها بالأمس الجدران والشبابيك وجهزناها اليوم بإذن الله لنكمل عليها الرندرينج وإضافة الماتيريالز والكاميرا. طيب خلينا نشوف آخر شيء سويناه بالأمس. حنسوي هايد للسيلينج. آخر شيء حطينا أمس اللي هو البلوكس، حطينا الستارة وسوينا عليها أوامر لتكبيرها وتصغيرها، وبالإضافة إلى أي شيء ممكن تفضلوا نحطه يا براويز أو أي شيء. أنا صراحة أضفت شوية بلوكات عشان يكون السين شكله جميل أكثر. طيب بعد ما نخلص هذه المرحلة اللي هي إضافة كل البلوكات والموديلين، راح ندخل في مرحلة جديدة اللي هي نحط الكاميرا. هذه الكاميرا هي عبارة عن زي كاميرا عادية تساعدنا ناخذ لقطة للموديلينج أو للعمل اللي إحنا سويناه، وبالأخير راح نسوي لها الرندرينج عن طريق هذه الكاميرا. طيب من أساسيات وجود الكاميرا في 3D Max أو نجاح وضع الكاميرا اللي هو دائما وأبدا نحط الكاميرا في التوب فيو. إيش يعني؟ يعني أول ما نشوف السين راح نحط توب فيو بالشورت كات أو من عند البوكس اللي في الأعلى، ونروح عند الكوماند بانل اللي هي قائمة الأوامر، ونروح عند الكريت بانل ونشوف وين الكاميرا. راح يكون واضح شكل الكاميرا من هنا. We're gonna press on it وحيطلع لنا هذه الصفحة. هذه الصفحة تحتوي على V-Ray والArnold. أنا بالعادة أستخدم الستاندرد كاميرا لأني أشوفها مبسطة جدا وما تحتاج كثير adjustments. طيب أي واحدة منهم أنا بستخدم عادة الفيزيكال كاميرا. أوكي تعديلاتها بسيطة وما فيها يعني ما تعب في الشغل، وإن شاء الله راح أوريكم كيف حنسويها. أول ما نضغط على الفيزيكال كاميرا راح يطلع معنا هذا السهم اللي أنتوا شايفينه بالكروزر، وراح نشوف. طيب تحديد وجهة الكاميرا اللي إحنا مثلا نبغى نسويها، إحنا نبغى ناخذ الشوت تكون بالفرونت، يعني حنبغى ناخذ الجدار مع جانب الشباك مع السرير. إيش يعني؟ راح نبدأ في رسم الكاميرا، راح we're gonna press on it وراح نبدأ نمد. هذا اللي إحنا بنمده اسمه target، يعني الكاميرا في 3D Max تتكون من الكاميرا نفسها والtarget حق الكاميرا. بعد ما نخلص رسم we have to go نضغط على escape في الكيبورد عشان نسوي خروج من أمر الكاميرا وما يرجع يرسم لنا كاميرا ثانية. طيب أول شيء بنسوي بعد ما نرسم الكاميرا بنروح نضغط على الكاميرا مع الكنترول ونختار التارجت تبع الكاميرا. طيب لما نروح للفرونت فيو احنا ضغطين عليهم راح نلاقي انه الكاميرا رسمت في قاع الغرفة. ايش يعني؟ يعني رسمت تحت، واحنا لازم نحطها على
الليفل حق الهيومن. ايش يعني؟ يعني نظره البني ادم عامه يقيسوها الناس ب 1.2 متر، يعني احنا راح نضطر نرفع الكاميرا الى فوق 1.2 متر. يعني راح نروح رايت كليك للموف ونحط بالواي اكسس لانه حياخذها معنا الى فوق 120 سنتي. بعد ما نحطها 120 سنتي راح نستوعب انه التارجت والكاميرا نفسهم طلعوا فوق، ودائما نطلع التارجت معها عشان يكون رسمه الكاميرا صحيحه. طيب كيف نختبر صحه الكاميرا؟ راح نحط في الكيبورد بالشورت كات حقها سي، راح يطلع لنا هذه الكاميرا. طيب احنا حنشوف هذه الكاميرا وراح نغير شوي من خواصها. طيب بس قبل ما نغير من خواص هذه الكاميرا، في شيء جدا مهم اسمه السيف فريم. ايش يعني سيف فريم؟ يعني لما نروح هنا عند الفيزيكال كاميرا راح نضغط، حنلاقي في شورت كات او مسمى هنا اسمه شو سيف فريم او الشيفت مع الاف. خلينا نضغطه. السيف فريم هو عباره عن فريم او برواز زي ما يقولوا، يعطينا بالضبط كيف شكل الكاميرا راح يطلع في الرندر النهائي. يعني هذا الاسود اللي احنا شايفينه ما راح يطلع في الرندر. طيب طبعا مو حلوه دائما، هذا الشيء بيساعدنا ايش نسوي؟ بيساعدنا نقيم اذا كاميرتنا حلوه ولا لا. من اهم الاشياء في الكاميرا دائما ان ما يكون عندنا فرنتش زي هذه القطعه، زي قطعه العفش مقصوصه من النص او ما لها ارجل، يعني كانها فلوتين. It should be يعني واضحه. ايش يعني كيف حنسوي هذا الشيء؟ هذا من اوامر وتعديلات الكاميرا. راح نضغط على الشو سيلكت كاميرا من هنا، يعني نختارها من هنا او نرجع بالتوب فيو ونختار الكاميرا هذه. ونروح وين؟ عند الموديفاير اللي هي قائمة التعديلات. راح يطلع لنا اللوحة هذه كبيرة جدا وفيها يعني معلومات هائلة للكاميرا. أول شيء أنا راح أعطيكم صراحة زي ما يقولوا الزبدة، راح نتكلم عن ثلاث أشياء مهمة جدا في الكاميرا عشان تكون واضحة وتكون جميلة جدا في الرندر. أول رقم عندنا اسم الفيلم سنسر. إيش يعني؟ خلينا نشوف نشتغل على تو فيو بوينتس اليوم وأوريكم كيف. هندخل هنا على الكاميرا فيو ونحط شيفت مع الاف عشان نشوف ايش اللي راح يتغير في الكاميرا، ونطلع على التوب فيو مع بعض. حاول نشوف هذا الفيو التو فيوز مع بعض، او ليتس دو ات برضه من هنا نفس الشيء عشان ما نتلخبط. اوكي نفس حسوي لكم نفس الفيوز ونسوي شيفت عشان كلنا نطلع عليها. طيب ايش الفرق بين هذه ولما نغير الارقام؟ خلينا نشوف، لانه صراحه كثير ناس تحاول تسال كيف نحفظها كيف نحفظها. هذا الشيء مو حفظ، هذا لازم احنا نشوف بالعين ايش اللي راح يصير لما نغير الارقام. خلينا نشوف، خلينا نزيد الويدث تبع الكاميرا، شوفوا ايش قاعد يصير سواء هنا بالتوب فيو او بالبرسبكتيف فيو او بالكاميرا فيو نفسه. ايش قاعد يصير؟ قاعد يكبر معانا اللي هو السنسر تبع الكاميرا. هذا الشيء بيخلينا نسوي شكل جمالي للكاميرا اكثر، وخصوصا انه قبل شوي كانت الارجل تبعت الطاوله هذه او الكوشن مقصوصه، فما يصلح نخليها بهذه الطريقه. فايش حنسوي؟ حنعدلها. بس دائما انا اقول للناس dont go extreme، يعني هو كان الستاندرد حقها 36 دائما في الماكس، لا تخلوها مثلا 100، يعني 100 حيتشوه معانا الشكل تماما. خلينا نرجع السقف. طيب إذا كان الستاندر 36 يعني لا تروحوا أكثر من يعني كذا، يعني شوفوا إيش الفرق. صار معانا السيلينج واضح، بين معانا جزء من الشباك، بين معانا جزء من الفريم هنا، وهكذا. تمام؟ بنفس هذه الطريقة، هذا أول رقم ممكن إحنا نلعب فيه، ولا تلعبوا فيه كثير، يعني قد ما تحاولوا تقللوا هذا الرقم يكون ممتاز. طيب، عندنا رقم ثاني مهم جدا اسمه الفوكال لينث. هذا الفوكال لينث ايش يعني؟ يعني هذا زي الكاميرا العاديه، اللي يستخدم الكاميرات العاديه راح يفهم علي اكثر. تغيير المسافه بين العدسه والفوكل، خلينا نجرب نشوف. شوفوا ايش قاعد يصير؟ قاعد يعطينا دبث اكبر للغرفه، وبنفس الوقت صراحه قاعد يشوه الغرفه، يعني قاعد يكبرها بطريقه يعني غير واقعيه. يعني انا لما اسلم مشروع زي كذا ما راح يبين معاي الطول وعرض الغرفه الحقيقي، راح تبين ممطوطه. فدائما هذا الرقم ما نغير فيه كثير، يعني we just do slightly changes عشان يبين معانا شوي. فدائما التغييرات تكون في هذه الارقام بس بشكل بسيط جدا. وطبعا في هنا اختصار يساعدنا في تغيير الكاميرا، بس انا ما بفضل استخدمه عشان دائما يلعب في الارقام، اللي هو السهم هذا. اوكي؟ بعد كذا من الاشياء الاساسيه عشان الكاميرا تكون واضحه وتكون كويسه معانا، خليني اشوف
سوري خلينا نشوف من الأشياء المهمة. طيب بعد ما خلصنا شفنا الكاميرا مثلا شكلها ممتاز بهذه الطريقة، ممكن نسويها كذا شوي. في هذه الخطوط الطولية، هذه الخطوط الطولية أيام تصير يعني زي ما يقولوا كراكت أو متعجرفة شوي من هنا، how can we fix it؟ في أمر جدا سهل بيساعدنا في الكاميرا اللي هو perspective control. هذا perspective control أنا أبغى ألعب شوي في الكاميرا أوريكم إيش الفرق عنه. طيب خلينا نفرض إنه هذه كاميرتي مع إنها مو حلوة، بس خليني أوريكم إيش perspective control يساعدنا نسوي. هروح للكاميرا من هنا كمان مرة وأشوف perspective control. في شيء اسمه auto vertical. أول ما نسوي شوفوا هذا الخطوط، أول ما نسوي vertical control شوفوا إيش راح يسوي، راح يعدل الصورة معانا على طول عشان يعطينا صورة أدق وصورة أجمل. فأتمنى الكل يستخدمها، بس هذه متى نستخدمها؟ لما نتأكد إنه الكاميرا خلاص صارت مضبوطة معانا 100% ونبغى بس نعدل الأحرف تبعت الكاميرا. هنرجع للكاميرا اللي عجبتنا من أول، هنعدل عليها. أول شيء هنعدل على الكاميرا شوي، تمام. بعدين راح نسوي ال perspective control. أنا أشوف إن نحتاج نرجع شوي فيها ورا زيادة، هنغير فيها. طبعاً الكاميرا تحتاج وقت وتحتاج جهد، بس لأنه يمكن إحنا السين تبعنا مبسط، بس بالعادة تحتاج وقت وجهد كبير جداً. تمام، خلينا نشوف بالفرونت فيو كيف صارت شكل الكاميرا. وبهذه الطريقة إحنا تأكدنا إنه الكاميرا تمام. أهم شيء التارجت ما يكون يعني لفوق أو لتحت كثير، حاولوا دائما حتى لو طلعناه شوي يكون مستقيم أكثر مع الكاميرا. بعد ما خلصنا الكاميرا وتأكدنا إنه الأمور تمام، راح نبدأ في الشيء المهم ده اللي الكل متحمس له اللي هو الماتيريالز. خلينا نكبر الشاشة. طيب قبل ما نطلع من الماتيريالز كثير ناس حيسألوني هل هذا الفريم اللي إحنا تكلمنا عنه فيكس دائما نفس المقاس ولا ما يتغير؟ طيب طبعا هذا الفريم مو فيكس، هذا الفريم راح احنا نشوف نكبره ونصغره على حسب الشط تبعتنا. يعني ممكن تلاقوا شط طوليه فقط مثلا نص هذا الفريم، ممكن نلاقيها بنفس هذا الكبر. كيف حنغيره؟ حنروح عند تاب الرندرينج وحنروح عند الرندر سيت اب. اوكي، اول شيء طبعا في الرندر سيت اب دائما اول ما نفتحه لازم نتاكد من الرندرر تبعنا. الرندرر تبعنا اللي هو ايش؟ طبعا كورونا، هنحط الكورونا عشان يعطينا لائحة الكورونا رندرر. تمام، أول ما يعطينا الكورونا رندرر هنشوف، إحنا هنتكلم عنها بشكل مفصل وبإذن الله راح تكون جدا بسيطة. الأوتبوت سايز هو الأوتبوت سايز هو اللي راح يورينا مقاس الفريم. خلينا نجرب نتغير فيه شوي نشوف كيف حيتغير. يعني مثلا لو سوينا مثلا 8 في 150 هيعطينا فقط هذا الرندر. اوكي، انا طبعا افضل دائما من الكاستم اروح لل HDTV واخذها وبعد كذا اعدل عليها. يعني انا اشوفها مثلا كذا واروح عند الكاميرا واعدل شوي عليها. بهذه الطريقه احنا مثلا صارت الكاميرا ممتازه وغيرنا الفريم تبعنا. الشيفت اف توديه وترجعه، وطبعا هذا ما ياثر على الشغل بس يفضل دائما نشتغل فيه. طيب اللي كل متحمس له الماتيريال. طيب احنا لازم نسال نفسنا ليش دائما كنا نقول انه الماتيريال في الكورونا احلى؟ طيب ما حتى الفي اي كان عنده ماتيريال لايبرري وكان في اشياء كثيره بتساعد انه نسوي ماتيريال ورندرنج حلو. طيب ايش الفرق بين هذا وهذا؟ اول شيء هنروح نطلع الماتيريال اديتور من الرندرنج، ماتيريال اديتور كومباكت ماتيريال اديتور، هنلاقي هتطلع لنا هذه. طيب في ناس راح يطلع لهم دوائر سوداء، اللي بتطلع لها دوائر سوداء لازم يتاكد انه الرندر سيت اب هو الكورونا او نفس الرندر تبعكم. اوكي، حنشوف هذه. في ناس برضه راح يطلع لهم السلات ماتيريال اديتور، كيف نرجع له من المودز على الكومباكت. كل احد طبعا يشتغل على الهوى اللي يحبه. تمام، بعد ما نخلص راح نشوف من وين قائمه الماتيريال اللي دائما بتكلموا عنها في الكورونا رندر. في المين منيو فوق راح نلاقي كورونا، راح نفتح ونشوف ماتيريال لايبرري. تاخذ وقت شوي.
اوكي الماتيريال لايبرري، هذا الماتيريال لايبرري تبعت الكورونا. الفرق بينها وبين الفيري انها شامله لكثير من الاشياء، وطبعا الكواليتي رائع جدا والموست ما تحتاج نغير فيها لا شكل ولا لون ولا جلوسنس ولا غيره. طيب عندنا بيسك هير اللي هو مثلا للارضيات للكايبتس، عندنا بيسك اس اس هذه للاكل يعني لحتى انا في مربى في هوني في عسل، في كار بينتس للسيارات، في سيراميك، في سيراميك تايلز بالوان مختلفه طبعا نقدر نعدل على هذه زي ما نبغى، في كونكريت وفي فابريكس اللي هي الاقمشه، في الجلاس، في الليذر الجلد، في ليكويد زي الواتر زي اوليف اويل، هنا حاطين الواتر العاديه زي ميه المسابح وغيرها، في المتل اللي هي زي الالومنيوم والحديد، في النيتشر اللي هي الرمل الخضار وهكذا. طبعا هذه جدا مطوره عن الفي راي وهذا احلى شيء. خلينا نبدا نشوف ايش حنستخدم. احنا اول شيء خلينا نبدا في الارض اللي هي الخشب. الارض حنروح للود. طيب احلى شيء عندهم في الود يعني مثلا التشيري فلور، عندهم تشيري فلورينج في معاها جلوسينس اللي هي فيها لمعه مطفيه، فيها سيملس ولا جلوس ولا شويه الجلوس وهكذا، في الوان كثيره. خلينا نختار التشيري وود، بس ما راح اخذ الفلور لانها بتصير عليها لاينز وانا ابغى انا اسويها بالحالي لاينز لاني اوريدي سويتها بالفلور جنريتر. طيب حناخذ تشيري وود. طيب ما راح ناخذها ونسحبها نحطها على الفلور، لا حنحطها على واحده من الكرات الموجوده في الماتيريال اديتور. طيب خلينا شوي نتكلم، انا راح امسك الارض واسوي لها هايد ان سلكتد وبرسبكتيف فيو بالبي وبعدين نشوفها. من بس في عيب واحد صغير من العيوب اللي لازم ننتبه عليها في الكورونا رندرر ماتيريال، انه الماتيريال نفسها اللي ناخذها من الكورونا مقاسها كبير. ايش يعني؟ خلينا نجرب لما نحطها على الارض اللي هي 6x6 راح نلاقي انه ما في تكتشر او ما في ملمس سطح الخشب. تمام، ايش يعني؟ كيف راح نعدله؟ في طريقه سهله للتعديل اللي هي من هنا، ندخل عند الماتيريال من الام، راح نلاقي انه مقاس البلوك نفسه او التايل نفسها 300 سنتي، يعني القطعه الواحده للخشب 300 متر ب 3 متر which is very big. انا بالعاده باخذ هذا الرقم وبسويه واحد طبعا بالويدث والهايت. اذا لاحظتوا شوفوا كيف بدات تبين الملمس، هي كانت 300 سنتي ب 300، ما في اي شكل او ملمس. عفوا السكرين معلق. اوكي ممكن can you turn off your mic please، ممكن تسكروا المايك. تمام السكرين اللي معلق عندها اتوقع من اللود مش من عندي يعني. I checked it already. تمام بعد ما سوينا اعتقد مهندسه نعم المعلق الشاشه عند الكل ستوب اغلبنا مهندسه ممكن تسوين ستوب شيرنج السكرين وتحاولي مره ثانيه ممكن يشتغل معنا. اي سويت already. ضبط الان؟ اي نعم. اوكي ممتاز اعتذر. خلينا نرجع لنفس اللي سويناه. طيب الفكره انه كنا نتكلم على الماتيريال تبعت الكورونا ان مقاسها يجي كبير، يعني التايل نفسها الرقم راح يكون هنا 300 اول ما تحمليها. طيب اللي ما شاف سوري اللي ما شاف راح نشوفها من هنا، حنفتح هذا الماتيريال ونضغط على الام من هنا وحنشوف خواص نفس الصورة اللي أعطانا إياها الماكس. طيب السايز 3 متر ب 3 متر قطعة الخشب الواحدة، فطبيعي الأرض عندنا 6x6 مستحيل تبين. إيش حنسوي؟ حنصغر السايز إلى 1x1. شوفوا أوتوماتيكلي أول ما سويتها بينت يعني الخشب وبين شكل الخشب كيف. بس دائما ما ننسى إن الماتيريال اللي تجي يعني مركبة. كيف يعني؟ حنروح عند من هنا الـ Go to Parent ونشوف المابس. هنا في color حنشوف هنا في البمب حنضغط مرة ثانية نتأكد إنها واحد بواحد لأن أيام لسه ترجع 300 ب300 اللي هي البمب، نتأكد إن كل الصور اللي إحنا نعدل عليها نفس المقاس. بعد كذا أول ما نخلص
نخلص الماتيريال ايش بنسوي؟ في عندنا موديفاير اسمه UVWMap، راح نروح باليو ونسوي UVWMap. اول ما سوينا هذا الموديفاير على طول بدا شكل الارض يطلع رياليستيك اكثر وواقعي. طيب ليش؟ ايش هو UVMap؟ UVMap هو عباره عن موديفاير احنا نحطه على اي اوبجكت عندنا في 3D Max او سويناه في الموديلنج ويعطينا شكل للماتيريال. يعني مثلا احنا عندنا خواص سلندر، اول ما حطينا سلندر اعطانا شكل الاسطوانه كانه الارض او الشكل الاسطواني، برضو السفير كانها كره او فيس كانها وجه، وبالاحسن دائما نستخدم البوكس. اول ما استخدمنا البوكس شفنا كيف صارت الماتيريال جميله ما تحتاج اي نوع من التعديل. وفي ناس كثير ما تحب تستخدم اليو في ماب، تقول لك عادي اغيرها من السايز، بس انا انصحكم دائما نسوي يو في ماب لكل شيء حتى لو لون، لانه دائما يعدل من الشكل. تمام، هذا بالنسبه للارضيه. راح نسوي ان هايد اول ونرجع للكاميرا فيو بالسي من الكيبورد ونشوف. هذا خلصنا بها، خلصنا شكل الارض. حنيجي بعدين للماتيريا الثانيه اللي هو السكيرتنج. ايش في السكيرتنج؟ السكيرتنج دائما يكون يا خشب نفس لون الارض، يا يكون دهان، يا يكون بي في سي. الحين صار في السوق كثير بي في سي، تمام، اللي هو زي نوع من انواع يعني الخشب، وكمان في فلين برضه. هنروح للكورونا ماتيريال لايبرري اللي هي تحت، وهنختار انا ابغى اسويها لونها ابيض. تمام، خلينا نشوف من وين نقدر نجيب دهان لونه ابيض. هنروح للوالز وهنلاقي بلاستر وايت سموث او ستاكو وايت. راح ناخذ البلاستر وايت سموث ونحطه في الماتيريال اديتر. طبعا كثير ناس راح تسال ليش ما استخدمناها على طول سواء عن الود او للوول، علشان التعديل اللي سويناه على مقاس الود ما راح نقدر نسويه من هنا، حنضطر نسحبه ونعدل عليه. فالافضل دائما نسحبه للماتيريال اديتر. اول ما نخلص راح نمسك السكريتنج وناخذ هذا الماتيريال الوايت ونحطها عليه. طيب بما انه الماتيريال راح يكون فقط لون، ما في تعديل عليه ابدا من الكورونا رندر، خلاص لا سايز ولا شيء، وما يحتاج حتى نسوي له يو في ماب، وي كان دو ات وذاوت ات. تمام، واذا نبغى في كثير ناس تفضل وانا اقول دو ات، نحطها از ا بوكس. خلينا نجي مثلا بعد بعد هذه نسوي الستار اللي هي هذه. مهندسة أظن السكرين شير رجع علق مرة تانية. أوكي شكرا. تمام الحين لسه معلق عندي، ما بعرف إذا مشي عندي الباقي. الآن زبط؟ تمام واضح. تمام. خلينا نرجع للفابريكس، أوكي؟ الحين عندنا هذه الستارة موجودة، وعندنا فابريكس موجودة already built in library في الكورونا رندرر. راح نشوف الفابريكس وراح نلاقي الكورونا رندرر معطينا carpet. راح ننزل راح نلاقي curtains مختلفة أشكالها وألوانها وشفافيتها. خلينا نختار هذه الكرتن ونحطها في الماتيريال اديتر. تمام، لما حطيناها في الماتيريال اديتر خلينا نختار ستارة، حنروح للبرسبكتيف فيو ونختار الستاير مع بعض، أو نطلع للتوب فيو نسوي هايت سيلكشن نختار الستاير كلها مع بعض ونروح بالرايت نسحبها يا من هنا assign material to selection. بعد ما حطيناها حنشوف انها بدأت تصير شفافة الستارة، ممكن نسوي لها UV map كلها مع بعض لأنها it's just a color مش fabric، حنحطها as a box. تمام خلصنا. بالنسبة لهذه أنا I'm just gonna keep it as the way it is اللي جبناها من برا، ونحطها show material وخلص. باش مهندسها معلق برضه. غريبة اليوم بيعلق كتير.
الحين رجع. تمام الحين؟ تمام. ايوه الحين تمام. ممكن تعيدي بس طريقة الستارة تاني؟ اوكي تمام. مسكنا رحنا للكورونا رندر سوري لللايبرري تبعت الكورونا واخترنا الفابريك اللي هو فابريك كيرتن وحطناها في الماتيريال اديتور ومسكنا الستاير اللي هي راح تكون نفس الشكل او نفس اللون نفس الماتيريال وسوينا اساين ماتيريال تو لايبرري وبعدين سوينا لها يوفي ماب من اليوفي ماب من الموديفاير حطيناها وسوينا لها select كلها وسويناها as a box. تمام؟ we can do it as a box. وبالنسبة للنوع الستارة الثانية I'm not gonna change it. حسويها نفس الموجودة في البلوك. I will just double check إنها الماتيريال is shown. أوكي؟ ما راح نغير فيها شيء. طيب راح نروح للويندو اللي تكلمنا عليها بالأمس. أمس سوينا alt مع x وصارت شفافة بس اتكلمنا انه it doesn't mean اذا صارت شفافة انه عليها material راح نرجع نتأكد منها ونروح للجلاس راح نشوف الجلاس هنا في الماتيريال library وحنشوف a lot of different glass يعني في الوان في اشكال في glass frosted في clear glass في glass مختلف انا بالنسبة لي راح اسوي clear glass ممكن اسحبه واحطه في الماتيريال editor وبرضو أسوي to be honest مع الوقت في كتير ناس ما يرسموا الويندوز أنيمور يحطوا بس كيرتن وما يرسموها لأنهم دائما يحبوا يستخدموا الإنارة تيجي من الشباك على طول without windows يعني أنا شخصيا لما بسوي رندرز لانتيريور رومز ما بحط الويندوز unless كانت مبينة طبعا إذا كانت السارة مفتوحة فأنا راح أروح حتى ما راح أهتم إنه كيف الفريم قزاز ولا لا because it's not gonna show وصراحة I need the exterior light more فما it's not gonna show فما راح أغير فراح نرجع للكاميرا فيو راح يبقى لنا الجدران الأساسية للغرفة راح نرجع للوالز راح ناخد الستاكو مثلا هذا اللون وراح نمسك الجدران وأشوف perspective view وراح أخذها وأحطها تمام مثلا بالنسبه للدور بما انه تصنع قناه شوف في ناس بتسويها نفس الشيء حناخذ الود اللي حطيناه ونحطه على الدور شوفوا الفرق هلا ما في يوفي ماب ليتس تراي تو يوز ات حنحط يوفي دبليو ماب اول ما حطيناه بدا يقرا انه هذا المجسم مو ثنائي الابعاد هو ثلاثي الابعاد راح نقول له نبغاه زي البوكس طبعا نقدر نغير التايلز من هنا بس انا افضل ما نغيرها اخليها وهذا شكل الباب طبعا مؤقتا عشان ما راح يكون موجود في الكاميرا فما راح نتعب على التصميم ولا نحط فيه جلاس طيب راح يبقى لنا السيلينج حنحطه نفس نسوي انهايد اول حنحطه نفس الجدران طيب وي هاف ليفت خلينا بس عشان بس ما ننسى كيف شكل perspective احنا عندنا هذا البرسبكتيف اللي حنشتغل عليه تمام احنا خلصنا الجدران والارضيه والسكيرتنج والستاره مع الشباك راح يبقى لنا الجدار اللي الواجهه الجدار خلينا نرجع على الماكس نشوف نمسك الجدار نفسه وأسوي له hide unselected وأروح للفرونت فيو وأشوفه الحين إحنا عندنا هذا الجدار يتكون من ثلاثة materials طيب في ناس حتستخدم ال ID material واللي هي تسوي كرة واحدة متكونة من ثلاثة materials أنا أشوف هذه الطريقة صراحة شوي معقدة وفي ناس كثير بتلخبط منها فما صرت أعلمها ولا صرت أستخدمها حتى أنا شخصيا طيب كيف حنستخدم كيف راح نكون ثلاث three materials at the same time. أول شيء راح نروح عند الـ object هذا وندخل على edit poly ونختار two polygons الأوائل. هذه نفس الماتيريال. إيش حسوي لها؟ راح أمسكها وأفصلها. راح أقول له سوي لي detach. أوكي؟ ما راح أسميها. الشاشة واضحة؟ إي نعم واضحة.
حنروح عند البوليجونز الثانيين واسوي ديتاتش مره ثانيه، وراح يبقى لنا الجزء الاخير اللي هو هذا، خلاص هو اوريدي صار مفصول بالحاله. اوكي، لما نخلص هذه الحركه راح نروح للماتيريال اديتور بالام، الشورت كات الاختصار تبعها ام، وراح ندخل للماتيريال لايبرري للكورونا. راح نجيب الود، اول شيء حنسوي هذه الود زي الارض، نروح فرونت فيو وراح نسوي لها يوفي ماب بالحالها برضو. اوكي، كيف حنعدلها؟ حنحطها بوكس. طيب من خواص اليوفي ماب، طيب بما انه هذا الجدار طولي، مو حلو الخشب يكون جاي بالعرض، لازم يجي الخشب الجرينز تبعت الخشب بالطول، فكيف حنسوي؟ في شيء تحت اليوفي ماب اسمه جزبو، هذا it allows us to move in the patterns up and down، يمين ويسار حسب ما احنا نبغى. ايش حنسوي؟ راح نسوي بوكس، اوكي، وراح نسوي روتيت ونخلي الجرينز comes من vertical wise. بهذه الطريقه احنا عدلنا على الجرينز تبعت الخشب، طريقه حلوه. اعتقد رجع على الشاشه. تفضلي. الحين صار كويس؟ تمام. اتوقع وانتي تشتغلين يمكن لازم تفكين الماتيريالز، لان انت كل ما تفتحين الماتيريالز تشير الشاشه. اوكي كذا تمام. تمام. طيب كنا نتكلم انه نبغى نسوي هذا الجدار ود خشب، نفس خشب الأرض، بس قلنا إنه إحنا ما نبغى نسوي الخشب بطريقة عرضية لأنه الجدار طولي. ففي بالأوبشن تبع اليوفي ماب هذه الأسهم تحتها حيكون عندنا نقدر نحرك فيها vertical horizontal أو حتى نسوي rotation للماب، فإحنا حنسوي لها rotate إنها تصير في الطول وكذا يكون شكلها أجمل. تمام. لما نرجع نسوي material ثانية اللي هو زي الكونكريت على الجدار، اتمنى ما يسكر الحين، راح نروح للكونكريت ونختار هذا الكونكريت عشان نحطه على هذا الجزء من الجدار الثاني. طيب اول شيء تكلمنا عنه في ال 3 في الماتيريال انه لازم تكون مقاسها صغير، راح نضغط على الام اللي هي الماتيريال ونخلي واحد بواحد. هذه الحركه لازم تسوونها عشان اليوفي ماب يضبط معانا، اذا ما سويناها راح يتلخبط اليوفي ماب وحتصير الارقام عندنا very huge في التايلينج. تمام، بس راح نرجع للمابس الموجوده اللي هي في عندها بامبس، اي صوره حنحتاج نتاكد انها صارت 1 سنتيمتر راح تدخل عندها، حنقول 1 by 1. طب احنا كيف حنروح ونرجع يعني من الجو بيرنت، وحنمسك هذه وحنحطها على السكوير هذا او البوليجون، وحنسوي يوفي ماب كمان مره وحنقول انه this is a box. بمجرد ما سويناها box وسويناها واحد بواحد اكتشفنا انها صارت اسهل بكثير. خلينا نجرب ما نخليها واحد بواحد ونسحبها على طول وعلى نفس مقاس الماكس. شوفوا لما سويت اليوفي ماب صارت مو واضحة، it doesn't show، ليه؟ لانه مقاسها جدا كبير. يعني حتى لو غيرت مقاسها من هنا سويتها 50 ما راح تكون بنفس الرياليستيك. فنصيحة دائما صغروا مقاسها من الماتيريال اديتور. باقي عندنا شيء واحد لهذا الجدار اللي هو اللوفرز هذه، اللي هم زي ما يقولوا، خليني اوريكم اياها ثاني مرة للي نسي شكلها. ولا سكرين شوت اذا تحبوا تدربوا عليها، يعني اللي هي الحديد هذه او الكروم زي ما نقول. حنسويهم حنروح للمتل حنشوف في ألمنيوم في براس حنشوف في كروم حناخده حنسحبه
في أشياء رح نشوفها رح تكون بس ألوان معطينا إياها مع reflection مع مثلاً انعكاسات أو مع شفافية، ما تحتاج نغير فيها المقاس لأنها بس ألوان ما لها texture. هنروح ونحطه في النص. طيب أول ما نخلص هذه العملية عشان ما يصير معانا زي ما يقولوا لخبطة في التصميم، راح نمسكها كلها اللي سويناها ثلاث أشياء عشان لما نحرك السين ما يتغير، راح نروح نسوي لها جروب مع بعض كذا، راح ما حنصير قطعة واحدة. أوكي راح نسوي unhide all ونحط الكاميرا، راح نشيل ال edge faces وحنشوف إن الماتيريالز تبعت الغرفة is almost done. طيب بعد ما نخلص الماتيريالز، طبعا الماتيريالز بحر كبير جدا، اللي هاوي هذا الموضوع وحابب يتعلم اكثر يقدر جربوا كل الماتيريالز وحاولوا تغيروا فيها. انا بصراحه يعني الوقت ما راح يسمح لي اكمل كثير في الماتيريالز، بس بيسكلي انصحكم دائما تستخدموا اللايبرري تبعت الكورونا لانها جدا جميله وراح تساعدكم كثير انه يطلع المنظر رياليستيك، خصوصا انها توفر كثير من الاشياء والتكتشرز اللي موجوده. طيب اول ما نخلص الماتيريال اول شيء نحط الكاميرا ونخلص الماتيريال، حيكون عندنا زي ما يقولوا اكثر شيء ناس تصعبه اللي هو اللايتنج، او كيف نخلي اللايتنج يكون كويس من دون ما نتعب فيه. طيب خلينا نشوف هذا الفيو، الكاميرا هنا بالسي وهنا كاميرا برضو، هنا خلينا توب فيو وهنا توب فيو از ويل. اول ما نخلص من هذا السين حنروح للأول شيء للإضاءة، إذا تبغوا سووها نوت مهم الانفايرمنت. طيب أول شيء حنسوي بالانفايرمنت لازم نعرف إيش يعني. الفكرة الأساسية لازم نعرفها إنه في أي غرفة أو أي تصميم لازم نتخيل إنها واقعية جدا، يعني إحنا سواء في الليل أو في النهار دائما الشباك في ضوء في إنارة، حتى في الليل مرة مستحيل تلاقي الغرفة سوداء، لازم في نور جاي من برا. فأنا بالنسبة لي راح نسوي الغرفة هذه في إنارة، راح نغير اللون فقط إلى اللون الأبيض ونروح لقائمة الرندر سيت اب ونبدأ نجرب. طيب اللي حملت 2019 اللي هو الفيرجن تبع 3D Max راح تشوف في شيء بالرندر في السين اسمه Start Interactive. هذا هو عبارة عن Start Interactive، هو عبارة عن رندر كأنك تسوي تست رندر، بدل ما كنا زي زمان نسوي رندر ونخلص ونشوف شوف إنه الإضاءة مو كويسة، هذا أوتوماتيكلي بيسوي لنا. خلينا نشوف إيش يعني، خلينا نجرب نسوي تست رندر. أنا للحين ما حطيت أي نوع من الإضاءة، شوفوا كيف من الشباك صار عندنا إنارة بسيطة جدا. طيب إيش يعني interactive render؟ هذا interactive render إيش ما أسوي من برا سواء في السين أو برا السين حيتغير. خلينا نشوف إيش يعني. خلونا نحطه على جنب شوي. طيب بعد ما نخلص الانفايرمنت راح نرجع بشيء بسيط للكاميرا، انا ما نسيته بس اي وانت تو كيب ات للبارت حق اللايتنج. في رقم في الكاميرا اذا غيرناه حنستفيد منه وكثير. هنشوف الاكسبوجر، الاكسبوجر تبعنا نمبر هو 6. ايش يعني؟ خلينا نجرب نخفضه الى مثلا 0، خلينا نشوف ايش حيصير. اول ما يصير الرقم 0 راح نشوف ان السين بدا يبين أكثر من دون أي نوع من الإضاءة. تخيلوا الحين ما عندي ولا إضاءة، بس الانفايرمنت سوتها بيضاء. هذا دليل إنه الكاميرا عنصر أساسي جدا إنه نخلي الإضاءة جميلة وواقعية. تمام؟ بعد ما نخلص شفتوا الانتراكتيف رندر من دون ما أمسكه، مثلا لو خليته 4 راح يغمق، لو خليته 6، لو خليته 10 وهكذا، فدائما خلوه 0 نصيحة عشان ما يضرب معانا الإضاءة. طيب لنفرض احنا مثلا شايفين انه هذا غير كفايه في الانفايرمنت، حنروح نسوي شيء اسمه كورونا سكاي نجربها. حنروح في هذا بنفس الانفايرمنت، حنروح نسوي كورونا ونقول نبغى كورونا سكاي. اول ما نحط الكورونا سكاي اوتوماتيكلي صار عندنا نور جاي من برا ونور طبيعي جدا، يعني ما يحتاج اعدل عليه. بس خلينا نشوف كيف ممكن نعدل. بس رجعت سنة رجعت الشاشة. لسه اوكي رجعت الحين.
ايوه تمام. اوكي الون اوكي حنرجع للانفايرمنت. كانت عندنا بس color. حنروح نسوي بس عفوا بس تعمل اكتف شيدنج البروسسر بتحمل السرعه فحيضل يعلق. I know that بس انا ابغى اوريكم you have to see it. طيب خلينا نسوي نشوف الكورونا سكاي ايش الايفكت تبع الكورونا سكاي. كيف حنعدل عليها؟ اول شيء بعد ما نحطها الكورونا سكاي اللي هي موجوده في الكورونا رندرر راح نحطها في الماتيريال ونقول انستنس. يعني اي شيء بنعدل عليه هنا يتعدل عليه في الانفايرمنت تبعتنا. طيب حنسوي انتر اكتف رندر عشان نشوف ايش الايفكت تبع الكورونا سكاي. تمام ما راح اطول انتر اكتف رندر عشان لا يعلق. فهذا الايفكت تبع الكورونا سكاي. طيب اذا قررت ازيد الملتيبلاير او الانتنسيتي تبعت الكورونا سكاي وسويت ثاني مره انتر اكتف رندر راح يزيد معنا الاناره. اوكي برضو عندنا سكاي موديل يعني ممكن تكون بالليل ممكن تكون سوري او في حسب التوقيت. وطبعا هذه مثلا واحد كانها بالليل او فجر او وهكذا. انا هستخدم هذه واحطها مبدئيا اثنين حتى 2 is a lot. طيب ابغاكم تعرفوا شيء في الانتراكتيف رندر جدا مهم وحلو حسوي. اوكي خلينا مثلا نقول احنا وين ما بنحط. شوفوا الحين انا رحت عند التوب فيو اعطانا الرندر على التوب فيو. رحت عند هذا واعطانا الرندر عند هذا الفيو. اوكي كيف ممكن نثبت واحد من الفيو بورتس بالقفل هذا؟ وي هاف تو لوك ات. بعد ما نختار الفيو بورت هذا ونسوي له لوك خلاص ايش ما بنسوي نتحرك نغير في المقاسات او نكبر او نشيل او نحط ما راح يبين معانا الا الرندر في هذه الشاشه. فدائما لما تبغوا تستخدموا الانتر اكتف رندر ترى الانتر اكتف رندر اذا الجهاز تعبان شوي صعب الموضوع. اوكي راح يكون بيعلق كثير. فلما نبغى نسوي نركز على فيو واحد ونشوف كيف الشكل او مثلا نبغى نغير مساحه او نغير الشكل نسوي لوك للفيو بوينت ونكمل. اوكي هذا بالنسبه للانتر اكتف رندر. اول ما خلصنا الانفايرمنت وتاكدنا اللي هو الاضاءه الاصطناعيه. اوكي اللي هي لا هي شمس ولا شيء اللي هي موجوده في الغرفه. حنسكر وراح نروح للواير فريم. طيب الحين مثلا انا اقدر اسوي شو او هايد بالشيفت والسي. لو حطينا شيفت وسي راح تبين لنا شو او هايد. فدائما انا اسوي لها هايد عشان اشتغل على راحتي. حنروح للكوماند بانل ونختار اللايتنج. حنروح عند السهم ونختار كورونا. طيب في الكورونا رندرنج بس نوع واحد من الانارات نستخدم، هذا هو السهل فيه. كان بالفيري لايتنجز متعدده جدا. احلى شيء في الكورونا انه هو عباره عن تقريبا نوع او نوعين من اللايتنج وهو كله في نفس التار. الكورونا لايت ايش يعني؟ حنشوف. اول شيء في الكورونا لايت راح يعطينا انتنسيتي اللي هو قوه الاضاءه، لون الاضاءه، بعدين الشكل تبع الاضاءه. طيب خلينا نختار ريكتانجل. الريكتانجل هو هذا. خلينا نختار سفير. اوكي هو حول لي اياها سفير. خلينا نختار اكثر الاشكال اللي نستخدمها صراحه هي هذه. اوكي الحين خلينا نشوف احنا ايش عندنا مصادر انارات وحتكلم عنها بشكل مبسط. حنروح عندنا هذا اللي هو في السيلينج. حسوي هايد للأرض عشان ما يكون ديستراكتينج. حنسوي هايد للسيلينج للفلورينج ونسوي هذا الجزء. رسمت المستطيل على حجم ما هو موجود. رحت للفرونت فيو وشفته انه على المرسوم على الأرض. وي هاف تو تيك ات ابوردز. حنطلعه ونحطه موجود في موقعه. هذا هو.
تمام. بعد ما خلصنا خلينا نعدل على خواصه. من ناحية الانتنسيتي خليها لما نسوي التست رندر. من ناحية اللون أنا شخصياً أفضل إنه نستخدم الكلبن تمبرتشر. طيب وهذا يكون يعتمد على درجة حرارة الضوء. يعني لو حطينا 3500 اللي هي طبعاً هذه فعلياً موجودة في السوق، يعني 3500 موجودة، 4500، 6500 تعتمد على اللون. بشوفه 3500 يطلع لون almost orange، ففي ناس تحب 4500 وهكذا. طبعاً we can do with 3500 إلى 6500 يطلع اللون جميل. لما نسويها 6500 حيطلع almost white، فأنا فعليا حفضل أسوي 4500 ولها نفس الخواص تبعت اللي هي visible و invisible، حنشوفها في التست رندر بس نخلص. هذا بالنسبة لأول سورس إضاءة. ثاني سورس إضاءة عندنا اللي هو التيبل لامبس. في طريقتين لنسوي التيبل لامبس. أول طريقة إنه نسوي ماتيريال إنارة. كيف حنسوي ماتيريال إنارة؟ رح ناخذ كرة فاضية ما فيها شيء، وراح ندخل عند الديفيوز ونختار من قائمة الكورونا، سوري، من قائمة الكورونا نفسها. اوكي لا مش من هنا، سوري، حندخل من الكورونا ماتيريال وحنشوف عندنا الكورونا لايت ماتيريال. الكورونا لايت ماتيريال هي عبارة عن كرة من الإضاءة. يعني شوفوا أول ما نحطها على، هنحطها على هذه، هنقول Object وحتصير إضاءة. خلينا نشوف كيف يعني في السين. هنسوي Interactive Render ونشوف ايش الفرق بين الاضاءتين اللي حنسويها. هنلاحظ اول ما بدينا راح نشوف انه هذا اللايتنج جدا الانتنسيتي عالي، فممكن نسويها مثلا 20 ونحتاج نرفعها شوي. اوكي. وبالنسبة لهذه الإضاءة في ناس تفضل تسويها بهذه الطريقة وحنغير. طيب كيف حنغير؟ ممكن نزيد شكل الإضاءة أو قوة الإضاءة من الانتنسيتي تبعت الماتيريال نفسها، وبرضه ممكن نغير لونها تصير مثلا لو إن شاء الله أحمر، يعني it's fine we can do it red، حيتغير معنا. أنا شخصيا أفضل دائما أنه ناخذ الكولر من الكولر من الاي دروبر وناخذ نفس لون هذا اللون اللي فوق اللي هو تمبرتشر معروف، عشان لما نجي للعميل يكون الالوان واقعيه او اقرب للواقع. طيب هذه طريقه انه نسوي التيبل لامب اذا كانت كلها مناره. في طريقه ثانيه وانا اشوفها برضو حلوه، انه مثلا نحط نعطي هذه التيبل لامب انها تكون لونها مثلا شفافه، وبعدين نحط جواتها إنارة. كيف حنحط جواتها إنارة؟ هروح للتوب فيو برضو نرسم كورونا لايت، نختار سفير اللي هي زي كرة، وممكن نسوي لها راديوس 5 أو 4، ممكن كمان 3 عادي، doesn't matter radius، بس أهم شيء ما يكون جدا كبير لأنه هي عبارة في الآخر كأنها لمبة واقعية. فأنا بالنسبة لي ممكن أنا أسويها صراحة 3 حتى لو we see it small بس أشوفها أجمل. وبالنسبة للتمبرتشر خلي زي ما هو. خلينا نشوف. يعني هو حسب التصميم، يعني يا يكون شكله كذا أو يكون شكله whatever you like. أكيد صار واضح الفرق. في عندنا visible اللي هو ما يكون مبين كأنه hidden light، وفي ممكن نستخدمه ونخليه واضح كأنها لمبة موجودة فعلا وواضحة. ما أدري أي واحدة تفضله، أنا شخصيا بهذا السين ممكن أفضل هذا الشكل لأنه راح يعطينا إنارة أكثر، أو ممكن نسويهم الثنتين مع بعض to have more light. يعني ممكن نسوي هذا الشكل مع إضاءة وناخذ اللايت وأسوي له مو كوبي، حسوي له instance
عشان أي تعديل عليه يتعدل على ثاني. بهذه الطريقة إحنا خلصنا لايتنج للغرفة، يعني إحنا very simple steps وخلصناها. كيف؟ خلينا نجرب نسوي التست رندر. في ناس راح تقول maybe we need more lighting. عادي إذا we need more lighting لأنه السين جدا مبسط إحنا ممكن نضيف spotlights هنا. طيب خلينا أوريكم كيف ممكن نضيف spotlights لو إنها مو مرسومة بالسين just in case. بس أنا أبغى أوريكم إنه it's very easy to create scene من ولايتنج من بأبسط طريقة. يعني إحنا فعليا ما غيرنا إلا الانفايرمنت الكاميرا وحطينا two sorts of light اللي هو ceiling top lighting والتيبل لامبس. اوكي هناخذ اخر شيء ممكن ناخذه في اللايتنج اللي هو كيف نسوي سبوت لايت من الاي اس. خلينا نرسم، انا دائما احب ارسم اللايتنج بالتوب فيو. خلينا نرسم هذا اللايت، راح ننزل شوي في التاب واختار قائمه الاي اس، هذه بتكون محمله اوريدي موجوده من الكورونا رندرر عشان تشوفوا. هنختار أكثر من واحد، في عندنا أي إس أشكال مختلفة، خلينا نشوف هذا، أنا من ناحيتي هذا my favorite. حيعطيني هذا الشكل، هذا الشكل للسبوتلايتس، بس طبعاً this is very big، يعني عادة يكون اثنين. خلينا نجرب، هنحطه ووريكم كيف الإفكت على الجدار، مثلاً over here. طبعاً هذا دائماً لازم يكون visible directly، بس حوريكم كيف. وحسوي منه instance ثلاثة حبات وlet's see it. متأكد من وجوده، وطبعا دائما ما يكون قريب مرة من السقف ولا قريب مرة من الجدار، وفي ناس بتفضل تسوي له rotate على أساس إنه جاي على الجدار بهذه الطريقة، أو ممكن نحطه like this. خلينا نجرب نسوي تيست رندر. شايفين هذه النقاط اللي صارت موجودة مع الإفكت؟ هذا هو الإفكت حق الـ IES. طيب أنا أشوف إنه we need more، وحنحتاج إنه هذه النقاط نشيلها وهي الفيزبل دايركتلي. أول ما شلناها جت أوتوماتيكلي انشالت الدائرة الأساسية وصار عندنا إيفكت موجود. طبعاً مستحيل يكون موجود عندنا هذا الإيفكت في هذا السين لأنه ما في عندنا سبوتلايتس في السيلينج. however إحنا ممكن نعليه ويكون تمام. بهذه الطريقة إحنا تعلمنا اليوم أربع طرق لللايتنج في الكورونا رندرر، وبوث و everything is very simple. environment lighting، اللايتنج من الكاميرا من ال UV numbering اللي هو scene lighting وال night stands وال IES lighting. خلينا نوقف عن اللايتنج و let's head more to the final rendering setup. okay. الفاينل رندرينج من الأشياء الأساسية، خلينا نفتح قائمة الرندر سيتاب نتكلم عنها بشكل مبسط. زمان بالفيري كان جدا معقد موضوع الرندر سيتاب، بس في الكورونا اللي دائما انا اقول انه اتس فيري ايزي ويعني جدا مبسط. الفرق فيه انه هنا في الكومن باراميترز ما راح نتكلم الا عن الاوتبوت سايز، ما راح نغير ولا شيء من هنا. We're just gonna close it، ما حنحتاجه. في السين اللي هو الانتراكتيف رندر، وزي ما يقولوا شو لاست رندر، ايش يعني؟ يعني ورينا اخر رندرز وقفنا عنده اللي هو هذه، خليها ممكن نشرح عليها شيء بعد شوي. وهذه الاشياء ما حنستخدم فيها الا denoising level اللي هو full denoising، اللي هذه راح تخلي لنا ما راح تكون الصوره pixelated او شيء، دائما سووها full denoising. الكاميرا ما راح نسوي فيها شيء، البرفورمانس ما حنسوي، السيستم. في شيء اسمه عندنا render element، وهذا الشيء اللي هو مشهور في الكورونا اللي هو render element. خلينا نشوف قبل ما نتكلم عنه قائمة الرندر. عندنا شيء اسمه post production، هذا زي ميني فوتوشوب، يعني فوتوشوب صغير يعدل علينا نغير الصور. خلينا نجرب نغير حتى نوريكم بشكل مبسط. تخيلوا عندنا هذه الفاينل رندر وحبينا نغير، في شيء اسمه toning
اللي هو اللايتنج الكونتراست. خلينا نسوي الكونتراست 5 مثلا اذا كانت تو برايت حابينه مثلا نفتحه زياده وهكذا. كل ما غيرنا فيه ساعدنا انه نسوي زي فوتوشوب صغير عشان ما ندخل الفوتوشوب. في شيء اسمه كيرفز برضو حيفتح يغمق وهكذا. ممكن نخليها بهذه الطريقه اذا غيرنا راينا وي كان تيرن ات اوف. في اوبشن زي فلتر اسمه LUT اللي هو يعطينا اياها شوي كانها مور رياليستيك او فيها شاربنس. ممكن نغير هذا الرقم. وبليز ستي دايما، انا دايما اي تيل ماي ستودنتس دونت جو بيوند، يعني لا تسوي 10 الرقم، لا تسوي 5، دايما سمول اماونتس لوكس بيتر. اوكي. في شيء اسمه بلوم اند جلير. بلوم اند جلير جدا جميل، يعطينا بلوم اند جلير للاضاءه. يعني ما اعرف اذا بين معانا، شوفوا هنا الشيء الاضاءه يعطيك بلوم اند جلير. ممكن نزيدها مثلا عشان نشوفها اكثر. طبعا بالواقع ما نسويها كذا، it looks more realistic كانه يعطينا يعني shyness للاضاءه. اوكي. don't go over يعني كثير. هذا بالنسبه للبلوم اند جلير. وهذا بالنسبه للبوست برودكشن. اوكي. هذا يسمى بوست برودكشن منيو، نقدر نغير فيها كثير. الستاتس هي عباره عن التايمينج او الرندر فريمز اللي حتصير. عاده المهم عندنا في الستاتس النويز ليفل، لما يوصل النويز ليفل عندنا 3 وتحت نقدر نسوي ستوب للرندر ونحفظ الصوره. حنتكلم عنها بشكل سريع. الهيستوري ستور ديليت اشياء مش ما راح نستخدمها. في شيء اسمه لايت ميكس. اللايت ميكس هو اساس الكورونا رندرر اللي حتكلم عنه الحين. ايش يعني لايت ميكس؟ راح لايت ميكس مربوط بالرندر اليمنتس. حندخل عند الرندر اليمنتس ونسوي اد. حنسوي اد لكل من التالي. هذولي دائما يعني اتمنى تكتبوهم او تشوفوهم تحفظوهم. حنسوي اد للدايركت، اندايركت، ريفلكت، ريفلكت. حنسوي لكل هذولي الواير كولر، الفا، بيوتي، بلوم اند جلير، لايت ميكس، ونسوي لهم اوكي. بعدين راح نسوي لاخر شيء، شيء اسمه لايت سيلكت. ايش يعني لايت سيلكت؟ شوفوا ايش حيصير. لايت سيلكت راح يخل، هو عباره عن لايتس. اوكي. هذه اللوحه لايت سيلكت راح تعطينا الخاصيه انه نقدر نختار اللايتس ونلعب فيها. خليني اوريكم كيف يعني. حنختار اول لايت عندنا بالسين كورونا لايت نمبر 1. راح اغير اسمه من هنا اللي هو سيلينج. راح اغير اسمه الى سيلينج لايت واختاره. راح ارجع اسوي ثاني مره لايت سيلكت ثاني عشان اختار النايت تيبلز. راح نروح لللايت سيلكت وراح ننزل تحت ونسمي نايت تيبلز نايت لامب. وراح نختار، وراح نروح عند الزائد ونختار الإضاءة هذه. حنختار الإضاءة هذه. هذا أعطانا شيء. حنطلع اختار لي شيء يعني هو دائما السلكشن راح يعطينا هنا. راح نختار اول، حنختار بس اللايتس كورونا لايت 2 وكورونا لايت 3. حنتاكد انه اخترناهم الاثنين تحت هذه القائمه. وبعد كذا احنا هذه السورس اوف لايتس اللي عندنا اياها في القائمه. خلينا نشوف ايش راح يفيدنا هذا اللي سويناه في الرندر. حنسوي ستارت انتراكتيف. شوفوا اللايت ميكس اول ما طلع لنا ايش حيصير. نزلت لايت سيلينج لايت نايت لامبس والريست. ايش الريست؟ اللي هو الانفايرمنت. خلينا نجرب نسكر اللايت سيلينج. انا حاسه انه في لايت ثاني. اوكي. خلينا نسكر النايت تيبلز. طبعا هي لانها الماتيريال تبعتها لايت فما راح تسكر معانا. ثواني بس.
لو خلينا الماتيريال glass وسوينا رندر شوفوا ايش راح يصير معانا. اول ما نسكر النايت لامبس حيسكر معانا، طبعا راح يضل عندنا البلوم اند جلير، الجلير راح اطفيه، السيلينج لايت، الريست اللي هو الانفايرمنت لايتنج. خلينا مثلا نقول سكر الريست، نفتح اللايت لامبس سيلينج لايت. طيب لو مثلا لون ما عجبني وانا بسوي رندر حسيت ابغى هذا اللون، او هذا مثلا I wanted مثلا more yellow او more white. اوكي او مثلا قررت انا بسوي رندر انه احتاج اسوي هذا السين بليل، او ممكن اعلي، او ممكن حسيته too much اخليه اقل، او هذا مثلا I wanted more. اوكي او قررت هذا مثلا ابغاه بالليل اسويه بلو كولر، طبعا مو لدرجة البلو بس something طبعا darker، وممكن هذه الطريقة احنا سوينا نايت شوت من اللايت ميكس. طبعا مو بهذه الدقة النايت شوت، بس انا بوريكم ايش استخدامات الاضاءة اللايت ميكس وليش جدا مهم. انا مثلا اشوفه جدا مهم في هذه المشاريع علشان يعني ما يخلينا نرجع للسين، حتى واحنا بنسوي رندر يكون نفس ال يعني نقدر we can edit it in the same way. بعد ما نخلص بنحط البلوم اند جلير عشان يطلع شكله اجمل، وبهذه الطريقه احنا بنكون خلصنا اللايت ميكس اللي هو اساسي. طيب بعد ما خلصنا اللايت ميكس خلينا نشوف احنا لو قررنا نسوي فاينل رندر ايش راح يصير. اوكي كيف حنسوي الفاينل رندر؟ طب احنا كنا نتكلم all the time about the interactive render. انا اشوف الفاينل رندر انه just مثلا لما قررنا انه هذا خلاص تمام we need to start final rendering، حنسوي حنكبس على render tab، وبعد ما نخلص render tab راح تبدا معانا الصوره اتوقع it's gonna be hard. اوكي انا ما راح اسوي لها فاينل رندر الان لانه حياخذ وقت معي، بس حوريكم ان النويز ليفل كيف يبدا. وذيس از ذا واي ذا رندر جوز، يعني بهذه البساطه احنا سوينا السين يعني في اقل من ساعه خلصنا اللايتنج. صح انه لسه يمكن الغرفه تحتاج اضاءه زياده، بس انا ابغى اوريكم انه ما في اغلاط في الاضاءه في الكورونا لايتنج. يعني اول ما نسوي هذه الكورونا لما نضيف راح تكون اضافات جماليه فقط، بس بالنسبه للسين بشكل عام احنا قد سوينا اللايتنج وسوينا الموديلنج يعني بطريقه جدا مبسطه، واللايتنج بالذات كان جميل وتلوكس رياليستيك ان اول ويز، يعني انا بشوفه جميل جدا. خلينا نقول مثلا احنا وصلنا لنفرض انه وصلنا لرقم 3 بالنويز ليفل، انا ابغى اوريكم بس خلي ليتس ستارت. لما نسوي ستوب راح نشوف هنا في شيء اسمه denoising. هذا denoising هو نفس التاب اللي احنا اخترناها من denoise مود، انه سوينا له full denoise حيساعدنا انه نشيل البيكسلز الصغيره اللي موجوده في الصوره. طبعا هذا لسه فيها نويز لانه زي ما قلنا النويز ليفل عالي جدا، لازم يكون 3% او اقل. لنفرض احنا خلصنا هذه الصوره وكانت اوكي عجبتنا، خلينا نسوي شويه post production ideas. خلينا نشوف مثلا نشوف نسوي ال يو تي او ما نسوي ال يو تي. انا اشوفه جميل جدا الجري، لو سوينا البلوم خلينا نسوي 2. والاحلى شيء فيها انه حتى واحنا بنسوي رندر ما راح يعيد الرندر ويبدا يسوي، طبعا بالتست رندر الفاينل رندر راح يغير عادي. بعد ما نخلص التون مابين مثلا حنغير في الهايلايت
إذا كان هذا الشباك جايب لنا too much lighting أو حاسينه مثلاً too bright، أنا أشوفه too bright we can do it مثلاً 5 or 5, 4 ال white balance أشوفه كويس، ال contrast أشوفه fine I don't see it we need to change it we can do slightly changes أشوفه fine as one. بالنسبة لل curves أشوفهم ال color tint يعني زي يعني أوريكم أنا ما أفضل أغير في الكولر تنت عشان حيتغير في التنت تبعت الكولرز عندنا الأديتر I see it nice إذا لعبنا فيها كثير ولخبطنا في شيء اسمه reset طبعا أتمنى we don't play much in it لأنه as much as you play يعني don't extremely play with it يعني don't go beyond ممكن نخلي بهذه الطريقة when just go fine لما نخلص ببساطة راح نسوي save all we're gonna keep on pressing عليها على save save all راح نروح ل حنسوي folder جديد نسميهم renders ونقول مثلا perspective number one حنختار الفورمات اللي هو JPG ونسوي save طيب هذا كله في الماكس خلوني بس أعطيكم بريف ليش سوينا save all وإيش راح يطلع معنا خلونا نجرب نفتح الملف شوفوا إيش طلع معنا أول شيء perspective as a final طبعاً هذا عينه لسه low resolution بس زي ما قلنا ما خلص الرندر طلع معنا Perspective ثاني طلع معانا شوفوا إيش طلع معانا إيش اسمه Perspective Ceiling Light يعني سكر كل الإنارات اللي اخترتها بLight Mix بس فتح Ceiling Light بعد شوي راح أشوف اللي هو Direct Light اللي هو من برا خلى مفتوح أوكي وخلى الجلير طبعا هذا البلوم أند جلير هذه مش الإضاءات اللي اخترناها بعد شوي الIndirect Lighting فتحها بعد شوي سوى الريفلكت اللي هو الانعكاسات حنشوف كل المجسمات اللي سببت انعكاس هذا الكروم فيه انعكاس القزاز فيه انعكاس الجلاس هنا فيه انعكاس وهكذا طيب. وهنا اوكي تمام اوكي سوى لنا هنا شوت واحدة فيها الريفلكت وسوى لنا الرفلاكت وسوانا واير كولر صورنا هذه الأشياء طيب إحنا إيش حنستفيد منها حندخل فوتوشوب ثواني هذه إيش كلها حنستفيد منها الحين حوريكم كيف نقدر نلعب فيها إذا ونبغى نسوي post production edit على الفوتوشوب نفسه إذا ما كفانا البرودكشن على الـ 3D Max. أوكي. Okay. I think ما أدري إيش في معلق. There's something wrong going on with Photoshop. Anyway, أنا كنت أبغى أتكلم عن هذه as a post production إن إحنا نقدر ندخل هذه الصور كلها as a layer على Photoshop ونغير فيه ال transparency حقها وال opacity to make it better if we like و adjust the picture as a final production. فهذا أتمنى أن يكون شيء واضح maybe أن خلصناه بسرعة صراحة بس الوقت يعني جدا صعب أن نتكلم أكثر عن الرندرينج في ساعة ونص ولكن أنا تكلمت basically عن كل شيء طبعا أي أحد يحب يعني يشوف أكثر you can play أكثر with the numbers تقدروا تستنوا تقدروا تضيفوا إنارات أكثر بهذه الطريقة راح تتعلموا أكثر أتمنى يكون واضح وأنا جاهزة للأسئلة من بدري اليوم لأن أنا عارفة أنه في كثير أسئلة حتكون ف let's start the questions please
يعطيك العافية مهندسة سناء. بس عشان تكون الصورة واضحة، وأتوقع هذا السؤال اللي الجاي، العمل المطلوب هو هذا العمل اللي عملناه، تصميم الغرفة؟ أيوة. لا، العمل المطلوب راح يكون هذا بإذن الله. أوكي، هذا هو العمل المطلوب. أتمنى الجميع يسوي سكرين شوت للصورة. هذا هو التاسك المطلوب، يتسلم على إيميل عمران@gmail.com يوم 16 شوال. أنا حاولت أجيب لكم شيء مبسط، بس في كثير من الكوماندز اللي استخدمناها، من الفلور جنريترز، إنسرتينج البلوكس، الإضاءة الجانبية والإضاءة الخارجية مع بلوكس من هنا، وضع الكاميرا والماتيريالز من كلها من الكورونا. طبعا جزء كبير منها بلوكس عادي، اللي يعني تقدروا تحملوها من المواقع اللي أرسلت لكم إياها أمس، وراح يكون إن شاء الله جدا بسيط، وأتمنى أن تقدروا تسووها. إذا اختلفت أشكال الصور ما عندنا مشكلة، أهم شيء تكون نفس طريقة layout. سوولها please screenshot عشان تخلوها عندكم. الدايمنشن مو مهم صحيح مهندسة؟ وشكرا. نعم؟ بالنسبة للدايمنشن مو مهم؟ الدايمنشنز عادي، خليها هي عبارة عن جدار فقط، يعني ما يحتاج. واضح. طيب ناخذ يمكن أول سؤال من الأخت أنوار، تفضلي. السلام عليكم، يعطيك العافية مهندسة سناء. سؤالي في الـ IES، أنا عندي مكتبة للـ IES، فما تختلف هي براء أو كورونا؟ يعني أقدر استخدمها بالكورونا بعد؟ ممكن تستخدمها للكورونا، بس أنصحك استخدمي IES في الكورونا. أقصد نفسها، المجلد نفسه. أوكي، راح أستخدم Lighting IES، بس المجلد نفسه هو ما يفرق. عادي تقدر تستخدمي الاي اي اس، ما هو معرف للفيري والكورونا، بس انا نصيحه استخدمي اللي استخدمته اليوم اللي هو سوفت وير، لان كثير من الشوتس تستفيد من هذا الطريقه مختلفه لما تغيري الروتيشن. طيب سؤال ثاني، في بالفيري كنا نستخدم بريست واشياء زي كذا، فالكورونا ما فيها صح؟ ما فيها ابدا، هذا بس اللي سويته اليوم، الاشياء الاساسيه اللي هي موجوده في الكورونا، اكثر من كذا ما نحكي. اوكي. طب اخر سؤال، انت طلعت الماتيريال من قائمه كورونا، انا ما طلعت لي. اذا ما طلعت التاب في التاب، ممكن تشوفي من هنا، تشوفي تلاقيها سوري بالويندوز، دقيقه اشوف لك اياها. هي ما عندك التاب اصلا. اي بس لما اضغط ام تطلع لي الماتيريالز عادي طبيعيه، يعني الدوائر وكذا. اوكي، بس ما تطلع لك قصتك لايبرري كورنر. ايوه. اوكي ثواني خليني اشوف لك اياها. طيب اذا ما عندك ماتيريال كورونا، يمكن لما تحملتي الكورونا ما ضبطت معاكي، انت محمله كورونا جديد؟ ايوه ثواني. شكل الماتيريال ما تحملت معاها، في اوبشن وانت تحملين الكورونا يسألك do you want the library، وفي تك عليها. فيمكن ما تحملت معها، فلازم أحذفه وأرجعها مرة ثانية. إيه. أوكي تمام، يعطيك العافية. خليني أتأكد ثواني بس. أوكي. اوكي يمكن تلاقينها بالكستمايز. حتروحي على الكستمايز، بعدين حتشوفي كستمايز يوزر انترفيس. خليني افتح لك الشاشه بس شكلها مش مفتوحه. اوكي حتروحي هنا، عفوا كستمايز يوزر انترفيس. حتنتظر شوي، حياخذ وقت لين يفتح. إذا فتح معاكي حتلاقيها بالتولز، بالتول بار، بعدين راح تلاقي بالتول بار هنا، حتلاقي هنا كورونا. أوكي حتنزلي إلى ما تلاقي الكورونا هنا. أوكي إذا ما لقيتيها يمكن ما تحملت معاكي الماتيريال.
هذه هي شوفي كورونا ماتيريال لايبرري. اذا ما طلعت لك يعني مش موجوده عندك. يو نيد تو ري داونلود الكورونا. تمام يعطيك العافيه. ناخذ سؤال من الاخت حبيبه احمد تفضلي. عندي سؤالين. اول شيء ما لحقت من وين جبتي الكورونا سكاي او كورونا انفايرمنت؟ اوكي الكورونا سكاي انت شايفه معي الشاشه صح؟ يس. اوكي حنروح عند الرندرينج انفايرمنت. هو قبل شوي ما كان في كورونا صح؟ كان بس اونلي. حنفتح ان نون بعدين حنروح كورونا حيطلع لنا هذا كله. حنروح عند الكورونا حنروح على الكورونا سكاي. اهم شيء لما تفتحي الكورونا سكاي تسحبيها على الماتيريال اديتور عشان وتسوي انستنس. اوكي وتعدلي من هنا تغيري من هنا وتغيري الانتنسيتي وهكذا. اوكي انتنسيتي خليها واحد ولا قلت اثنين؟ صراحه لازم تجربي تيست رندر 2-1. اوكي تمام. ايام تضطري تسويها 0.5 عادي حسب ما في شيء افكس. تمام. والدينوزينج هو ما يطلع لي بالخيارات الا نون وكورونا هاي كواليتي وشيء زي كذا. انا سمعت انك اخترتي حاجه ثانيه. لا انا سويت فول دينويزنج بس. اوكي ما يطلع لي الخيار هذا من جد من الدينويزنج. لا 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 ما في. انا كنت اتكلم ان فول دينويزنج it helps you to have a high quality render بالاخير. اوكي تمام. وآخر شيء معلش بالنسبة للورك اللي قلت نسويه لازم يكون نفس البلوكس؟ يعني شيء مقارب بس حاولي تكون نفس الايديا انه living room طاولة. لا مو شرط نفس البلوكس لأنه صعبة تلاقيها. هي very close to it. اوكي يعني نفس الايديا حقت living room والشات. yes. تمام يعطيك ألف عافية. ناخذ سؤال من الأخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. معلي بس عندي ملحوظة لما استخدمنا الفيزيك كام ودينا عملنا فاينل ريندر خيار الاكسبوجر كان قفل ما يمدينا نعمل عليه كنترول. فكنت أفضل يعني لو نستخدم الكورونا كام كان يمدينا نعمل إيديت على الاكسبوجر فاخر البوست برودكشن. بس هذا كان تعقيد للكاميرا. وعندي سؤال بخصوص الكورونا كونفيرتر كيف انه نحول البلوكات من فيري لكورونا. تمام بنروح الى سكريبتينج. اول ما نفرض انه هذا بلوك كان فيري هذا السكريبتينج حنسوي ران سكريبت. حيطلع لنا هذه الشاشه حيطلع لنا هذه اول شيء. حنختار الكورونا رندرر كورونا كونفيرتر اول واحد وحنقول له ستارت كونفرجن حول لي اي شيء مش كورونا الى كورونا. بهذه الطريقة احنا حولنا البلوك. تمام بس ما في اي اوبشن نعدله من الاعدادات ولا زي ما هو على طول ستارت كونفرتر؟ كيف يعني ما فهمت؟ لا ما في اوبشن نفس ما هو. تمام تمام شكرا لك. في سؤال من الاخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. أنا حاولت سويت المشروع على برنامج ريفت بس يوم نقلته على على 3D Max صار حجمه عملاق شوي. يكون اليونت سايز اللي استخدمته بالريفت مش نفس اليونت سايز اللي استخدمته في هو نفس اليونت كله بالمليمتر اشتغل. صراحة ما أعرف يعني ما واجهتني هذه المشكلة من قبل فما أعرف ممكن في أوبشن مش مختاره. شفت الموضوع طيب إذا you need to rescale؟ لا ما جربت. تأكد إنه نفس اليونتس؟ تأكد إنها هي نفس اليونتس. لما كنا ندخل كان يطلع لنا هذا الأوبشن. تمام. في سؤال من الأخت سديم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معليش مهندسة سناء بس أنا لما حاولت أنزل اللي هي سكيرتينج طبعاً نزلتها كبلوك لما دخلتها على الفايل وجيت سويت له اللي هو بيك بروفايل
طلعت لي خطوط مستقيمة فقط، يعني ما لها ثيكنس ولا لها نفس الشكل. من وين يعني شكل اللي حملتيه؟ AutoCAD فايل ولا إيش؟ لا، حملته ك3D فايل. ألو؟ أيوة، ما سمعتك عفوا. لا، أنا أقول لك حملته ك3D فايل. طيب، وطلع عندك 2D ورسمتي على الـ 2D line، حطيتي بيك بروفايل على الـ 2D line؟ أيوة، بس طلع لي خطوط مستقيمة، يعني ما طلع لي نفس الشكل اللي هو حقة السكيرتينج. يمكن السكيرتينج مو ضابط، ما أعرف صراحة، هو بتصير معك. جربي سويب، يمكن يضبط معاكي نفس البيفل بس سويب. غيري، جربي غيري السكشن، كروس سكشن اللي حملتيه، او جربي ارسمي نفسه على الاوتوكاد مثلا، يمكن مشكله فيها. يعني انزله ك2D ممكن يطلع لي بعدين كذا. أنا أفضل تنزلين AutoCAD، لأنها بتلاقينها AutoCAD DWG files as cross sections for skirting، هتلاقيهم. تمام، شكرا، يعطيك العافية. معليش، بس سؤال ثاني مهندسة، تفضلين مثلا مكان معين إنه أحمل منه الـ 3D Max الـ 2019 والكورونا تكره؟ تسألين هل في طريقة؟ عفوا، انه في مكان معين انت تنصحين فيه اننا نروح نحمل من عنده؟ راح الكراكس اللي هو 3D Max 2019. انا ما عندي يا لايسنس، يعني ما اعرف للكراكس. تمام. يعني الكراكس يعني كثيره، بس ان شاء الله يا رب تلاقي كراك كويس. هي مشكلتها انها بتعلق كثير. تمام، شكرا جزيلا. ناخذ سؤال الاستاذه اسماء، تفضلي. أستاذ أسماء، طيب يمكن عندها مشكلة في الصوت. نأخذ سؤال من الأخت نهاد، تفضلي. السلام عليكم. مهندسة، بس حابة أسألك، أنت إيش اللابتوب اللي بتستعملي؟ ايش اللابتوب او يعني اللي يتحمل 3D Max، ما يعلق او يقفل او مريح في الشغل؟ انا ما عندي لابتوب، انا عندي جهاز تجميع من الحراج، فيعني ما اعرف عن لابتوبات بصراحه. انصح اذا احد يبغى يشتري جهاز يعني احسن من اللابتوبات في الرندر. ايوه، ايش هو الجهاز؟ هو جهاز تجميعي، يعني ما هو جهاز تشتري جاهز، تروح اوكي الحراج وتجمعي، يعني تقولي له انا ابغى جهاز يكون قطع مختلف. ايوه، والشركه ايش تكون؟ يعني ما له شركه، هو تجميع، ما له يعني يمكن هيك ما له براند معين. بها المهندسه سناء، يمكن انه عباره عن قطع مختلفه يتم تجميعها لتكوين كمبيوتر يعني يتحمل المواصفات هذه. ايوه، انه مش الحلقه الاولى، فممكن ترجعين للحلقه الاولى على اليوتيوب تسمعين المواصفات المطلوبه لاستخدامها. طيب، شكرا. طيب، شكرا لكم. اخذ مداخله اخرى من الاخت نهى يحيى، تفضلي. السلام عليكم. سلام. ابي اسال انه وين اقدر القى الحساب، يعني اليوتيوب، حسابكم اليوتيوب وش بالضبط؟ راح نكتبه الان على الشات بوكس، تقدرون تنسخون الرابط وتدخلون مباشره على الحلقات السابقه. تمام، شكرا. ناخذ سؤال من الاخت هنادي، تفضلي. استاذه هنادي. ايوه، معاك، سمعك. تفضلي. انا من جديد اخذت دوره عن الفيراي دحين على الكورونا،
ارجع احمل الكورونا ولا خلاص هو اوريدي موجود ولا كيف يعني؟ لا لازم تحمل الكورونا وتكلمنا عنها في المحاضره الاولى والثانيه، اتمنى ترجعيها. اوكي طب وبالنسبه للبلوكات تقبل بلوكات الفيراي ولا لازم بس كورونا الخاص فيها؟ لا تقبل الكورونا، وتكلمنا عنها قبل ثواني بالضبط كيف نحولها، اتمنى ترجعي للمحاضره. المحاضره الاولى؟ لا الحين قبل شوي، قبل يمكن قبل ثلاث اسئله تكلمنا. اوكي شكرا. ناخذ سؤال من الاخت ساره، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس حبيت أسأل إنه هل ممكن إنه يمدينا نستخدم صن بدل ما استخدمنا الانفايرمنت عشان نضيء اللي هو اللايتنج الخارجي؟ صراحة ما أنصحك، لأنه هذه الانفايرمنت يعني جدا طريقة مبسطة وجميلة، والصن راح يتسبب لك يعني شوي بيرنز في السين، يعني حتسبب لك شوي كأنه يعني حتسبب لك لخبطة صراحة. فأنا دائما أنصح إن تكون environment عادية أو كورونا سكاي، أو يعني ممكن بعد فترة إذا نحن سوينا course advanced راح يكون فيها طرق ثانية، بس أنا ما بستخدم الصن أبدا في الكورونا. طب ممكن إن نزود ال environment بحيث إنه يبان إنه فرضا الإضاءة حقة الغرفة نعتمد بس على الإضاءة الخارجية، يعني طبعاً. كأنه في وضح النهار. طبعا طبعا نقدر من الانتنسيتي. أوكي طيب شكرا. شفتيني لما سوينا intensity يغير. ايوه بس ما يعني صراحه ما اوكي ما في يعني شوت واقعي راح نعتمد بس على النهار دائما يعني. ايوه اللي اذا كانت كل الغرفه شبابيك. اوكي تمام شكرا لك العافيه. ناخذ سؤال من الاخت العنود، تفضلي. العافية مهندس سناء. سؤالي هو بعد تنزيل البلوك وإدخاله في السين. عفوا ممكن ترفعين صوتك بس؟ ألو مسموع؟ أيوة كذا. بعد تنزيل البلوك وإدخاله في السين، هل أحد بإمكانه يعرف إذا البلوك داونلود أو أنا سويته؟ يعني هل في طريقة يعرف إذا البلوك داونلود جاهز؟ مين هو؟ مدرس أو شخص يعني أرسلت له الفايل الأوريجينال؟ طبعاً لأنه جداً صعب إنك تسوي موديلينج نفس البلوكس اللي موجودة في السؤال. حتى لو كان سيمبل البلوك. يعني إذا طبعاً لا هو ما رح يعرف، بس إذا كان معقد البلوك رح يعرف إنك مو أنت سويتيه طبيعي، لأن البلوكات يعني لو نقدر نسويها كلنا ما كان صار في availability بالسوق إنه نشتريها. بس as much as على الأغلب إذا كان يعني لا ممكن ما يعني ممكن ما يعرف الشخص إنك نزلتي بلوك إذا كان مرة بسيط عادي. طيب شكرا لديك العافية. بس إذا كان معقد يعني زي مثلا في تفاصيل أكيد راح يعرف. الله يعافيك. ناخذ سؤال الأخت شهد، تفضلي. السلام عليكم، يعطيك العافية أستاذة هلا. كان سؤالي هو نفس أمس عن البلوكات لما تنزل بدون ماتيريال، أو لما يكون في واحدة منها الماتيريال حقها أسود. أوكي هذا السؤال خليني أوريكي. أوكي لنفرض أنه إحنا عندنا أول شيء البلوكات، مو كل بلوك نحمله ينزلنا لنا مع ماتيريال، تمام؟ في مواقع تعطينا البلوك تورينا الصورة كأنها فيها ماتيريال، بس لما تحمليها ما تلاقي فيها مابس. يعني خليني أوريكي مثلا أنا البلوكات اللي استخدمتها لهذا البروجكت الصغير اللي سويناه مع بعض. يعني مثلا أنا استخدمت البلوك السرير هذا، تمام؟ شوفي كيف جت البلوك فيها مابس اللي هي الصور هذه، وفيها بريفيو كيف شكل السرير نفسه، تمام؟ هذا مثلا لانه انا شريته هذا الويب سايت، هذا شريته من ويب سايت فكان موجود في كل شيء. اذا جاكي اسود وممكن ما يكون مع الملف مابس، يعني ما فيه مابس، انت حتضطري تحطي عليه ماتيريالز. اذا كان لونه اسود وتحسي فيه ماتيريالز وكان يحتاج يكون من فيري الى كورونا، ممكن بالسكريبتنج زي ما تكلمنا قبل شوي، ران سكريبت كورونا رندرر مع كونفرتر ونسوي له ستارت كونفرجن. اذا كان برضه موجود وسويتيه ممكن يحتاج تسوينا شو ماتيريال، يعني نروح للماتيريال ونختار
الماتيريال هذه ونختار عند هنا مثلا شو ماتيريال، ممكن تكون مثلا كذا لونها ابيض بس موجوده، لما نسوي شو ماتيريال راح تطلع لنا الخشب، حتبطل سودا عندك. هذه واحده من الاوبشنز. ماشي استاذه هنا، مهندس هنا ما سنة ما كنت شايفته، كان معلق الشاشه. اوكي كنا نتكلم عن هذا الجزء، يا يعني نسوي run script من هنا من scripting run script. إذا كان عندنا البلوك V-Ray ونبغى كورونا، راح ندخل هنا ونسوي له start convergent ونسوي من هنا حيتحول وممكن يطلع لك الماتيريال. ممكن أصلاً البلوك ما فيه ماتيريال زي ما تكلمنا أول حالة. الحالة الأخيرة ممكن يكون عندنا الماتيريال مثلاً زي الخشب طالع لي كده، فأنا إيش حسوي؟ راح أروح أمسك الماتيريال وأسوي لها من هنا شو ماتيريال، فلما تسوينا شو راح تبطل سودة على الأغلب إذا كان فيها ماتيريال. أوكي يعطيك العافية. الله يعافيك. ناخذ سؤال من الأخت هبة، تفضلي. السلام عليكم، يعطيك العافية أستاذة. لو سمحتي بدي أسألك، لما إذا إحنا بعد ما عملنا إخراج للصورة كان فيها شوية دينويز، فإيش الإعدادات المناسبة إني أضبطها أو أغير فيها علشان نشيل الدينويز اللي بضل بالصورة؟ هل في مشكلة بكون بالإضاءة مثلاً؟ الإضاءة ضعيفة شوي خاصة على الحيطان، مرات الحيطان على بكون فيها شوية دينويز، مع إني أنا بكون عاملة إعدادات اللي هي زي ما حكيتي إنه هاي كواليتي مخليتها 8 دينويزينج، فإيش ممكن أنا أعمل حل لهذا الموضوع لو سمحتي؟ تمام، شكرا لسؤالك. الرندر سيت اب اوكي، خلينا نتكلم عنه بس بشكل مبسط. زمان كانوا دائما يقولوا انه الفي راي بالرندر سيت اب بيعطينا فول ريزولوشن. الفول ريزولوشن ما بيجي من الرندر سيت اب، الفول ريزولوشن بيجي من اختيارنا الماتيريالز، من كميه الاضاءه الموجوده. غالبا اذا عندك الجدران عليها دينويز شوي، يمكن الإضاءة قليلة، يمكن الماتيريال المستخدمة لو كواليتي إذا كانت مش ماتيريال كورونا رندر. على الأغلب إنك تحتاجي إضاءة. ممكن كمان الأوتبوت سايز شوي يلعب دور، إذا كان كبير يعني فاين، يور إن ذا سيف سايد، على الأغلب إنك تحتاجي إضاءة. طيب لو سويتي رندر وخلصتي واكتشفتي إنه لسه فيها دينويز، صراحة ما في طريقة إنك تعدلي الدينويز أبدا، لأنه خلاص أوريدي. يعني مثلا زي أنا هنا، خلينا let's say ان هذه الصوره نظيفه وخلصناها، بس ممكن عندك برضو النويز ليفل لازم ينزل. جربي نزلي اكثر شيء مثلا الى واحد نفس الشوت، شوفي هل يفرق معنا ولا لا، وبرضو اتاكدي انه هذا فول نويز. يعني هذه اكثر اشياء ممكن نحاول نحل الموضوع. اوكي سمو ايديك، يعطيك العافيه. انا حطيت اصلا الماتيريال كلها يعني نفس اللي انت حطيتيه بالضبط على الجدار، اللي هو نوع الدهان الابيض اللي من الكورونا نفسه. اوكي اتوقع زي ما حكيتي انا الاوتبوت عندي السايز كان صغير شوي، يمكن لازم اعلي الاوتبوت سايز للصوره. اعلي الاوتبوت سايز وزود الاضاءه، على الاغلب تحتاج اضاءه. اوكي تمام، الله يعطيك الف عافيه ان شاء الله، شكرا كثير. سؤال من الاخ عبد الله، تفضل. اول شيء الله يعطيك العافيه مهندس السنة، كانت دوره جميله جدا. عندي سؤال بسيط بس بالنسبه للاطارات حقت اللوح، اول هي تنزل بلوك وبعد كذا انا بسوي لها فيكس للصوره نفسها على نفس الاطار، ولا هي تجي جاهزه؟ الاطارات ايوه اللوح، عفوا لان صوتك قطع. ايوه اوكي عادي، ممكن انت اذا تبغاها مثلا انت يعني ممكن تجي. انا سويتها صراحه هي جت بلوك كامل، بس اذا كنت حابب تسويها انت كصوره لما امدانا صراحه نتكلم عنها. شكرا لسؤالك. حندخل هنا عند كره فاضيه من الكرات الماتيريالز وحنختار جنرال، حنقول نبغى بيت ماب. لما نسوي البيت ماب خلينا نختار مثلا صوره من هذه الصور، حتى لو انها مثلا هذه. اوكي راح نروح تمام نحط لها اساين ونسوي شو ماتيريال. بهذه الطريقة أنا سويتها، يعني إذا عندك صور مختلفة ودك تحطها على جدار بهذه الطريقة. تمام الله يعطيك العافية. طب بس آخر شيء، لو تقدر تشرحي لنا كذا موقع البلوكس
اي اكيد انا امس حطيتها والحين اول شيء شيرت فيديو اجان حطيت تو امبورتنج يعني كم من واحد والحين حسوي شير للسكرين واوريكم اياها. هذه هي هذه التكتشرز. حتى التكتشرز اذا ما حصلتوا شيء في الكورونا ما عجبكم هذا موقع جدا 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 حلو نقدر نستخدمه. التكتشرز جميله ومقاسها واضح وما فيها دينويزنج ولا لو ريزولوشن ولا 3 دي مودلز هذول كويسين جدا. وفي طبعا مواقع ثانيه يعني ندفع مبالغ بسيطه بس هذه اغلبها فري. وفي كمان بالنسبه للخطوط نقدر نحملها على طول على الجهاز ونستخدمها في المعرض. تمام الله يعطيك العافيه شكرا لك. في عندنا سؤال من الاخت رنيم تفضلي. يعطيكم العافيه. انا بس كان عندي سؤال انت وريتينا كيف نعمل كونفرت من فيري البلوكس من فيري لكورونا بس هل لو عملنا تزبط على كل البلوكس وبتطلع الكواليتي تبعت البلوك كويسه ولا لازم تكون اصلا البلوك لا 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 اي بلوك كورونا او منتل راي او سوري فيري او او منتل راي ممكن نحمله ببساطه على الكورونا وما راح يخرب طول ما البلوك معمول لموديلينج كويس ومحمل من برنامج كويس ما راح يتاثر ريزولوشن بلوك ابدا لما نحول الكورونا. شكرا لك. عندي سؤال كمان عن الحين اذا بنعمل اكستيرير شوت تقريبا نفس الاعدادات اللي مشيت عليها في الانتيرير نفس الاعدادات خلوني يعني اوريكم بشكل مبسط لانه في كثير من الاركيتكتشر ستودنتس معانا. خلونا مثلا احنا نرسم شايفين معي الشاشه ولا لا اوكي خلونا نرسم مثلا كاميرا اتجاه هذا المكان اوكي خلينا نجرب نسوي تيست رندر خلونا نروح لل اعدادات السكاي ونسويها 0.2 لانها عاليه جدا طبعا السين من برا فاضي بس نشوف السكاي تغيرت شكلها اوكي خلينا نسويها 0.1 أو خلينا نحط مثلاً surface للمكان ونخليها مثلاً بهذا الشكل حيكون عندنا هذا الشكل ممكن باختلافات طبعاً السكاي او بالرندر سيت اب يعني شوفي احنا لسه ما لعبنا والفيو ممتاز ولا حطينا كاميرا بس الفيو طالع ممتاز يعني اللايتنج كويس وهكذا فاتمنى يكون واضح طبعا هذا شيء سريع جدا واضح؟ ايوه اوكي ناخذ اخر سؤال لليوم من الاخت هنادي تفضلي. يفضل موجود الفيراي واقدر اختار اللي بدي اياه يعني كورونا او فيراي ولا لازم بس واحد اللي يكون موجود على البرنامج؟ حسب الكراك اللي انت نزلتيه، انا مثلا عندي فيراي وعندي كورونا، بس اخاف اقول لك حملي كورونا مع فيراي يضرب الفيراي ف يعني اذا مستغني عن فيري او تعرفي تنزلي كمان مره حملي الكورونا عليه وشوفي ما هو المشكله انا يعني كمان عندي مشروع لازم اسلمه يعني عندي مشروع لازم اسلمه فيري فعشان هذا المشروع اسلمه كورونا انه كيف حقدر اسوي بينهم هما الاثنين والله يعني حاولي تحملي وخلصي مشروعك الاول تعطينا الثاني هذا كم وقته يكون اسبوعين صح؟ ايوه ان شاء الله 2 weeks from 16 شوال تسليم اوكي شكرا
طيب يمكن في سؤال آخر من الأخت سلمى، تفضلي. بسأل بس إذا في جهة تواصل يعني معك يا مهندسة مباشرة، يعني إيميل أو أي شيء نقدر نتواصل فيه معك؟ في حسابي على تويتر كان موجود في الإعلان، وعادي يس تقدر تواصلي معي على تويتر. أوكي تمام، شكرا. سؤال من الأخت فرح. استفسار بخصوص، السلام عليكم، عندي استفسار بخصوص الماكس عندي على الفيري، فحابة أحمل كورونا، فخايفة أنا يضرب علي البرنامج فإذا حذفت الفيري. حاولي تحمل الكورونا وإن شاء الله ما راح يضرب إذا كان student version أو الترايل يعني. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. نشكر جميع الحضور على أسئلتهم، وكذلك الشكر موصول للمهندسة سناء على تقديم هذه المحاضرة. صراحة يعني الله يعطيها العافية، بذلت جهد كبير في تقديم هذه المحاضرة من تحضير وجهد ممتاز في تقديم هذه الدورة لإيصال المعلومة للمستفيدين. نحب نشكر المهندسة سناء، وكذلك الشكر موصول لشعبة شباب العمران برئاسة رئيس الشعبة المهندس عبد الرحمن الفالح. إن شاء الله تكون الأهداف هذه الدورة حققت أهدافها ووصلت الفائدة لكافة المستفيدين. يعطيك ألف عافية، شكرا لك أستاذ فهد، وإن شاء الله لنا لقاءات كثيرة ومحاضرات أكثر بإذن الله. شكرا لكم، شكرا للحضور جميعا بإذن الله. أنت ما راح تغيبين عن المهندسة سناء إن شاء الله بإذن الله. عندنا بكرة ثلاثة أيام أخرى لدورة جديدة حتكون على سوفتوير الانديزاين، راح نتشرف إن شاء الله باستضافتك كذلك والاستمرار في تقديم المزيد من الدورات اللي يستفيدون منها الطلاب وحديثي التخرج إن شاء الله بإذن الله. أنتظركم جميعا بمحاضرتنا بكرة بإذن الله في برنامجنا الانديزاين. ونهاية مثل ما ذكرتنا المهندسة سناء، العمل اللي ظاهر أمامنا الآن في الصورة هو العمل المطلوب تسليمه، وكذلك عنوان البريدي واضح كمان على الصورة عمران.youth@gmail.com. آخر موعد للتسليم هو في تاريخ 16 شوال إن شاء الله في الشهر القادم، فتوقع في وقت كافي لتقديم هذا العمل للحصول على شهادة الحضور. في الختام نشكر حضوركم ومتابعتكم لنا، في حال فاتتكم أي من الحلقات السابقة الأولى أو الثانية أو كذلك الحلقة هذه راح تجدونها إن شاء الله موجودة على قناة بوتقة في اليوتيوب، جميع الحلقات مسجلة وتم رفعها في القناة. نتمنى لكم وقت طيب ونراكم إن شاء الله في دورات قادمة. شكرا مهندسة سناء.